بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الحمد لله كان الجمع العام الغير عادي لجمعية نادي الوداد الرياضي المتعددة الأنشطة والفروع. اليوم كانت محطة مهمة جدا في تاريخ نادي الوداد الرياضي، بحيث تمت المصادقة على مجموعة من النقاط، كان أولها هو المصادقة وقبول المنخرطين الجدد، مع يعني كان واحد تحفظ على مجموعة من الأسماء أساءت على يعني من خلال الكلام اللي جا ديال من خلال الدفاع ديال مجموعة من الإخوان المنخرطين، اللي أكدوا أن بعض الأسماء أساءت إلى نادي الوداد الرياضي ولا تستحق أن تكون وسط العائلة الودادية. النقطة الثانية كانت هو التعديل ديال النظام الأساسي، بحيث كان سابقا حدد العدد في أعضاء المكتب المديري في 12، اليوم تم يعني ملائمته مع النظام النموذجي، وبالتالي أصبح العدد ما بين 9 و15 كما جاء في النظام. كذلك بالنسبة للنقطة الثالثة في جدول الأعمال هو أن إحداث فروع جديدة للوداد الرياضي، وكان أهمه هو الإي جيمين، وكان كذلك فرع ديال جومباز، وكذلك ديال تيكواندو. ثم في إطار المتفرقات كانت صادقة المجلس يعني صادق الجمع العام على اولا حيدوا لي هذا المجلس الاخوان، حيدوا ماشي مباشر، ياك ماشي مباشر نعاودوا، انا قلنا المجلس مع مجلس المدينه. اما النقطه الرابعه كانت هي المصادقه ديال الجمع العام على اولا يمكن ان للمنخرطين الجدد يمكن لهم الترشيح، يعني تقديم ترشيح ديالهم بخصوص رئاسة نادي الوداد الرياضي. كان لقاء جيد، كان هناك نقاش مسؤول وجاد بين مختلف المنخرطين، كان هناك تدافع صحي وديمقراطي حول دائما المصلحة العليا للوداد الرياضي. لكن للأسف حينما ولج السي بالقشور للقاعة خلق مجموعة من الفوضى داخل القاعة، لأنه أساء مؤخرا للوداد، وفضيحة الترتيبية جزء من الأجزاء التي يعني ديال المشاكل ديال بالقشور مع الوداد الرياضي، وبالتالي كانت فوضى كبيرة جدا حينما دخل سي بالقشور. رفض المنخرطين أن هذا السيد أنه يكون يعني حاضر معنا في الجمع العام، ولكن بعد تدخل ديال الإخوان ديال اللجنة المنظمة اللي طلبت أن ما باش ما يتنسفش هاد اللقاء، خاصة أنه لقاء مهم جدا فيه تصويت على نقط مدرجه في جدول الاعمال مهمه جدا، ارتأى يعني الاخوان المنخرطين على ان تمر الجمع العام في ظروف معينه، مع دائما التنديد، يعني نندد ونستنكر ونشجب هاد يعني الممارسات لا مسؤوله للسيد رئيس العصبه، حيث انه يعني ساهم مساهمه كبيره في يعني النتائج التي كانت كارثيه بالنسبه للوداد الرياضي. كان شويه ديال النقاط ديال الخلاف ما بين المنخرطين، الحمد لله في الاخر ملي تم التوافق ما بين الاخوان ودخلوا الناس ديال القانون اللي معنا محاميين وقضاه، شرحوا للاخوان ديالنا والحمد لله دوزنا النقاط الثلاثه اللي كانت مدرجه في جدول الاعمال. النقطه الاولى المصادقه على المنخرطين الجدد، تمت المصادقه عليهم من طرف المنخرطين السابقين، وتم تحفظ على بعض الاخوان، بعض المنخرطين، واحد اربعه ديال الاخوان انهم ما قبلوش الانخراط ديالهم، رغم اننا حنا اشرنا على ان هذوك الناس عندهم البطائق ومخلصين يعني المبلغ ديالهم ديال الانخراط، يمكن هذا القرار يكون عنده تداعيات قانونيه فيما بعد. النقطه الثانيه هي اننا تكلمنا على المتعلقه بان التوسيع ديال الفروع ديال نادي الوداد من 9 ل 15، وكان اقتراحات اخرى من بعض الاخوان كتجلى باننا نضيفوا بعد لي سيكسيون بانهم يكونوا صدق عليهم. الحمد لله ما كان شي حاجه كثيره، كان شويه ديال الخلاف، ولكن كانوا الناس العقلاء ديال القانون دخلوا وداروا تقارب ما بين الاخوان ديالنا، وبعدنا موعد ان شاء الله لو 24 في الجمع العام ديال العادي اللي غيتم فيه مناقشات التقرير الادبي والمالي وخروج المكتب المديري الحالي وانتخاب مكتب مديري جديد. الرئيس رئيس حاسة تكلم وقال على ان بالنسبه للاخوان اللي حاطين اللوائح ديالهم كل واحد يعطيه اسم من الاخوان اللي كاينين في المخرطين باش يتواصل معاه على اساس يشوفوا كيفيه العمل والتهيئ للجمع العام المقبل باش يكون تكافؤ الفرص ما بينهم. وتم في الاخير انهم كان مقترح
من المكتب المديري على انهم اعطيوا السي سعيد الناصري نظرا لداكشي اللي عطى للوداد والالقاب اللي حقق والانجازات اللي حققوا، اعطيوه رئيس شرفي افي للنادي الوداد الرياضي.